صدمتني. روعة، طبيعة خلابة. نحن في شمال تركيا، شايف الطبيعة؟ تونا بدينا، شيء خيال، وصف صعب أقول لك إياه. طلعوهم التتار والمغول، أتوقع حاليا درجة الحرارة صفر، طلالتنا كلها هني. هذه أجواءنا صراحة، الأكل التركي والبقلاوة ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ريوقنا التركي الفاخر على هذه الإطلالة الجميلة. عموما هذه بحيرة سمك، منطقة دمركابي، كركب وضحة، هذا شلال أتاكوي. لكن شوفوا الإطلالة، منطقة مكشات أبطازة أكيد، قرية تامي همشن اللي بنوا العثمانيين. شوف النهر، شوف الشلال هذا اللي قدامك، هذا هو شلال عروس، هذا مطعم أيلون، الكوخ كواليتي، هذه اسمها مهلمة، هذه عيشتنا، جميل جدا. الله، سفرة ما فيها براد ما سافرت، وسفرة ما فيها مظلة لا تتحرك من مكانك، خلك في بيتك. شاي التركي ملك المناسبات. كويس، يسن تجربة صراحة تستحق انك تسويها. يا شباب، الحكم انكم معي في رحلة تركيا، انت يا سلطان وانت يا هزاع وانت يا سلمان، نبغي رايكم، تعطونا المتابعين في قناة اليوتيوب عن رحلة تركيا. انت يا سلطان وش رايك؟ رحلة استثنائية الصراحة. انت يا هزاع؟ والله من اجمل البلدان اللي زرتها يا ابو سلمان. هزاع سلمان، رحلة ما فيها حيلة، تنصحوا المتابعين في متابعة صح، خلهم يطلعوا الحلقة ويعرفوك ويحكمون. هلو افريبادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة مع أخوكم أبو سلمان مسلم الصعري. وين أنت يا أبو سلمان؟ نحن في واحدة من الدول الشهيرة جدا في عالم السياحة، نحن في رحلة استثنائية. باختصار هذه الرحلة تقدر تقول رحلة استثنائية لأبو سلمان، نحن في تركيا تحديدا، بنعطيكم تفاصيل الشمال التركي، مطار اسطنبول الدولي تحديدا، وعلى الطيران التركي الطيران الداخلي. رحلتنا تنطلق إلى طرابزون الشمال التركي، فبنعطيكم التفاصيل جميلة بإذن الله. هذه لحظة الهبوط في طرابزون، نقدر نقول وصلنا إلى الشمال التركي من اسطنبول إلى طرابزون. طبعا هذا المطار، المطار الداخلي، شركات أجر سيارات موجودة، في كوفي بسيط جدا، وفي قدوم من هناك، وهناك صراف، فقط هذا المطار من الداخل. تطلع من المطار على طول تحصل هالتكاسي موجودة، تكاسي السفر هي معروفة تكاسي المطار. سيارتنا وصلت، الله يطول أعماركم، حاطين شناطنا الحين، السيارة من الداخل ما شاء الله. نقول الحمد لله على السلامة، تم الوصول في طرابزون وركبنا سيارتنا نفداكم. متجهين وين أبو سلمان؟ متجهين إلى زنجول، بنعطيكم تفصيل جميل جدا عن الشمال التركي، بنطمشكم في فيديوهات جميلة جدا. طبعا خلف الكواليس عندنا اخونا ابو عبد الله، اخوي وسام، بيمتعنا بعد ويانا. اعماركم العادة، اخوكم سلمان يوم يدخل غرفة ساكن فيها يعطيكم تفاصيل، يدخل الباب يعطيكم الممر، يراويكم السرير، الله يكرمكم الحمام. لكن احنا بنبدأ من الاطلالة هني في زنجول، بنبدأ من الاطلالة. تبارك الرحمن، هذه الاطلالة لغرفة اخوكم ابو سلمان على مسجد أوزنجول، وهذه بعد بحيرة أوزنجول، عندي زاويتين ما شاء الله تبارك الرحمن. تعال أراويك بعد زبلاين، يعني العيال استانسون هنا، تعال أراويك بالعدسة العرب، تفضل سيدي. الله، هذه طلالة أخوكم أبو سلمان، هني شقق، هني أكواخ، هذه غرفة أخوكم سلمان ساكن فيها. تعال الحين أراويك الغرفة، هني هالبلكونة حاط قهوتي، مبخري، تمري، فناجيني، هذه غرفتي، هذا السرير طال عمرك، هذيك غنفه، هناك كبت، هني ثلاجه مع بويلر، هذه طلاله ثانيه، هناك الله يكرمكم حمام، باب، صلى الله بارك. الحين تعالوا شوفوا قهوه ابو سلمان، هذه قهوه اخوكم ابو سلمان، الصقعي موجود، والمجدول موجود، والمبخره موجوده، والعود موجود. طبعا العود من وين ابو سلمان؟ من زوايا عود، اجود وافخم انواع العود ودهن العود، عاد دهن العود هم سوبر 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 ستار، زوايا جارنتي على اخوكم ابو سلمان. عطور فرغانسيا البراند الجميل جدا، عندنا كوردوبا وعندنا غرناطة، كوردوبا وغرنادا اللي هو قرطبة وغرناطة. الجو بارد، درجة الحرارة 13، يبغي له شوية أبو سلمان، يبغي له عطر جو مناسبات، خذ كوردوبا. عندك مناسبة خاصة حبيبي، عندك مناسبة يحبها قلبي ويحبها قلبك، خذ غرنادا. نقدر نقول بدأت رحلة أخوكم أبو سلمان في الشمال التركي، وصلنا إلى أوزنجول، ومنها إن شاء الله رحلاتنا الجميلة جدا في وسط هذه الطبيعة الخلابة في الشمال التركي. كم من يوم بنجلس هنا في شمال تركيا، وبنعرفكم على كم من طبيعة جميلة، وكم من مدينة، وكم من منطقة، وكم من معلومة، وكم من وكم من وكم من وكم من، إلى
أن تصل لك معلومات شاملة وافية بإذن الله في قناة أخوكم أبو سلمان. شايف الطبيعة؟ تونا بدينا أول يوم وصولنا للشمال التركي على هذه الأجواء، بحيرة، السحاب نازل علينا، برد، درجة الحرارة 13 علينا، مطر، خيال خيال. ترى يونا في تفاصيل جميلة جدا، خلوكم معنا. ادعس أبو عبد الله، ادعس، خلنا نلحق على زنجور قبل ما تغيب الشمس. نزلنا نحن من فندقنا قبل شوي مني، شوفوا هالمحلات، كشكات، مطاعم، كافيات، كلها مقابل بحيرة أوزنجول. ما يميز السياحة في أوزنجول تحديدا أن تحصلون حتى اللغة العربية موجودة في كثير من المحلات، التاكسي، صرف العملات، المطاعم، حتى المنيوهات تحصلونها باللغة العربية، فلذلك تحصل فيها كمية عرب وخليجيين كثير. وهذه الحلويات التركية موجودة. والله يا جماعة الخير على الأجواء الباردة هذه، درجة الحرارة 12، تحتاج شوية أبو سلمان، تحتاج إلى المعشوقة السمراء، الحب الذي لا يفارقني. والله يا جو، الله، هذه نقطة لازم تعرفها عن تركيا، أغلب الأتراك ما يتكلمون إلا لغتهم، لكن بعض المناطق السياحية كثر العرب فيها، حطوا بصمتهم، فجبروا أنهم يحطون اللغة العربية لأنها قوة سياحية كبيرة في المنطقة. أوزنجول من المناطق السياحية اللي العرب فيها بكثرة. هذه أجواءنا المسائية في بحيرة أوزنجول في شمال تركيا. هذه الأجواء بعد صلاة المغرب. يا جماعة الخير الأجواء تساعدك صراحة تسوي رياضة، تتمشى حول البحيرة، براد من المنطقة ما شاء الله تبارك الرحمن، بس شغلة واحدة تخرب عليك الرياضة هني، تعرفوا شو؟ صراحة الأكل التركي والبقلاوة والحلويات، هذه اللي خربت على أخوكم أبو سلمان. شوفوا وصلنا لواحد من أشهر المطاعم الموجودة في أوزنجول، أغلب البشر يفطرون في هذا المكان، أروع طلالة وأجمل فطور، تجتمع كل أنواع السعادة، من منظر جميل، من أكل لذيذ، من إطلالة فاخرة من الآخر. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ريوقنا التركي الفاخر على هذه الإطلالة الجميلة، نقول بسم الله بالعافية علينا. وهذا شاهينا طال عمرك، أبدأ يا أبو سلمان، العب العب، ضبط المزاج عشان يبدأ يومنا صح في رحلتنا. عشت يا أبو سلمان، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء قمة في الخيال، مطر، طبيعة خلابة. هذا الخط ونحن طالعين من بحيرة أوزنجول إلى دمر كابي وإلى بحيرة سمك، شوف النهرين هذين كيف يلتقون، شوف، الله، شوف 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 المسجد فوق بعد، شوف مسجد، جمال الطبيعة، أمطار، درجة الحرارة 11-12-10، ونحن في نهاية شهر 6 ميلادي. طبيعة في شمال تركيا بصراحة بكل أمانة ذكرتني في النرويج. بتقول مبالغ أبو سلمان؟ لا والله، أنا زرت النرويج 4 مرات، يعرفوني الناس، بديت تغطياتي في عالم السفر والسياحة في النرويج، لكن طبيعة بهرتني في شمال تركيا روعة، عشان كذا قلت لكم قريبة من النرويج، لأن أنا عندي النرويج رقم 1 على مستوى العالم في الطبيعة، ولا في دولة تغربة في الطبيعة، لكن الطبيعة هني في شمال تركيا رهيبة، زائد الخدمات، البنية التحتية، المرافق السياحية مخدومة من وإلى. هذه نحن في مرتفعات دمر كابي باتجاه بحيرة السمك. شوف نحن وصلنا إلى ارتفاع من الجبال، تشوف السحاب عندنا، وصلنا لهالارتفاع الله يطول عماركم في دمر كابي واتجاه بحيرة السمك. شوفوا هني مكتوب 300 متر، قالوا لازم تمشي 300 متر من هالمكان بالاتجاه هذا عشان توصل إلى بحيرة السمك. أقول لك شوف النهر هذا، هذا طال عمرك ذوبان الثلج تسيل هذه الأنهار. أجواء صراحة باردة، أتوقع حاليا درجة الحرارة 0. شوف الثلج، الثلج عندك، لحظة لحظة ويا الوقف، لا لا باخذ نفس بس ريح شوي، خذ نفس. شو اللي يلا. يا أبو سلمان لا خزيره، لكن مش يلا يلا بسم الله. شوفوا الأجواء الجميلة هذه، عايشة بسلام في أمان الله، يا أبو عبد الله رايح قال أبغى يصورها، قلنا صور.
هذه البقرة والعجل يرضع، يعني تتوقع الحليب اللي بتشربه في هذا المكان كيف يكون طعمه؟ سكر. هذه بحيرة السمك، وصلناها أنا في داكا من دمركابي، وقفنا لنعلى نقطة ثم مشينا 300 متر. زين، شو تقدر تسوي، شو الفعالية تقدر تسويها؟ عندك هالقوارب تقدر تستمتع فيها، عندك الجلسات هذه تقدر تجيب عيشتك، أو تقدر، ما أعرف هل مسموح الطبخ ولا لا. هذه طاولات وكراسي وجلسات قمة في الروقان على البحيرة، حولك ثلوج، تشوف الجبال اللي حولك كلها ما شاء الله تبارك الرحمن ثلوج. حاليا نحن في نهاية شهر 6 22 يونيو ميلادي 2023، هذه أجوانا. شو رأيكم في المكان؟ خلنا نخوز هذه يسمونها المظلة عشان تطلع صورة أوضح وكلامي أوضح. هذه البحيرة باختصار بسيطة جدا، بس بحكم أنه في ضباب علينا ما نقدر نعطيكم تفاصيلها، يمكن تفاصيلها تكون أجمل، لكن حظنا يينا نحن وهي في ضباب وعلينا مطر وجو بارد. درجة الحرارة كانت تحت في دمركابي 5، حاليا أتوقع 0، ما فيها كلام لأن الثلج حولك دار ما دار. عموما هذه هي بحيرة السمك، بنعود على دمركابي بنعطيكم تفاصيلها، بنعود على زنجور بنعطيكم تفاصيلها، وعندنا مناطق كثيرة في الشمال التركي، خلوكم ويانا. شوفوا يا جماعة الخير، دائما وأبدا ننصح الحذر أخذ الحيطة والحذر في قيادتك في الخارج. شوفوا هذه السيارة زلقت وزين ما طاحت في النهر، دائما تحذروا يا أخوان شمة، تحذروا يا المطاليك. حصلنا هالمطعم نفداكم، تشوفون هالمطعم اسمه مطعم كوخ السعادة. الله يا كوخ السعادة. زين، احنا استأذننا دائما وابدا نقول قبل ما تدخل بتصور اي شيء استأذن من هالمكان. استأذننا قلنا للحرمة بنصور تضبيل لحم، طال عمرك تبي لك لحم مضبي على اجواء باردة درجة الحرارة 5-4، شيء فاخر من الاخر. بسم الله. شوفوا طلبنا هالغداء هنا بعد ما استأذننا وصورنا، شفنا اللحم والشحم قلنا خلنا نذوق اللحم التركي. شوف بياض الشحم طال عمرك واللحم، وتاخذ لك عيران من بقرتهم توهم حالبين بقرة. والله لذيذ، واللحم لحم شو الله. يا جماعة الخير، تغدينا في مطعم كوخ السعادة هذا تشوفونه، وحصلنا الأخ صالح هذا التركي قال له ما بأخذ عليكم فلوس يا أخوي خذ. قال أبداً، شفناكم دخلت وصورت واللحم ما لحم، حسيت أن في خواطرك بلحم، فأنا هذه هدية من عندي يا ولد الحلال. قال والله هدية، قلنا لازم نخدمه يمين يسار، حاولت بعرف إيش تخصصه وإيش يسوي غير المطعم، لأن المطعم صعب تدل الناس عليه في دمر كابي. قلت هذا اسم المطعم نسوي الإعلان، هذا اسم المطعم. اكتشفت ان الريال جزار وعنده خرفان ويبيع خرفان، واللي بيكشت في الشمال التركي في دمركابي في ازنجول بيطلع يكشت، عنده خيام وعنده خرفان بيبيع لكم خرفان، تبغاه يذبح لك بيذبح لك. شوفوا يا جماعه الخير، من المناطق اللي انصحك تزورها بدون كلام منطقه دمركابي. دمركابي هي قريبه جدا من ازنجول. اللي بقول لك اياه، دمركابي منطقه مشهوره معنانا نحن في الخليج، منطقة كشتات، تحصل مخيمات في كل مكان. لو تشوف هذا مثلا فندق اكواخ بتحصل خيام في كل مكان. السبب الخيام، تقدر تأتي تطبخ أكلك، تأتي بأكلك تأكل، تعال شوفني مثلا، تحصل اكواخ وتحصل مطاعم، تحصل كافيات على النهر طول النهر، وهو عدالك كوخ ولا خيمة تقدر تستاجر المكان وتستمتع فيه. يا جماعة الخير، طبعا قبل لا تنطلق وتغادر بحيرة أزنجول، وين تروح ابو سلمان؟ تروح هنا عند ابو وضحة. يا مرحبا، ترهيبة كل حالك كل ابو وضحة. ونعم، المحلي ما يبلي ما يبلي. قالوا لي والله ابو سلمان لازم تجرب الكرك عند ابو وضحة. لازم. يا سلام، انت كل قصايد عندك ما شاء الله، حتى الهندية. هذا كرك. مين شرب بارك سلام شاي كرك. تبدأ جولاتك هنا في أزنجول وحواليها بكرك أبو وضحة، يستاهل يستاهل، مروا عليه. اللي يشوف القناة الحين يمر على الذيب أبو وضحة. يا مرحبا. تخيل معي أنت تمشي الصبح ظهر على هذه الأجواء، النهر على يسارك، أجواء طبيعية جميلة جدا خلابة. الحين شوف المنظر معي،
في هذا المقطع تجتمع فيه أركان السعادة: نهر، غيم، علينا مطر هتان خفيف لطيف، طبيعة خلابة، أجواء باردة، درجة الحرارة حاليا 12 في عز الظهر، في الخلف مسجد. هذا المقطع تجتمع فيه جميع أركان السعادة. ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما قلت لكم أنا بهارتني أوزنجول، وأنا أعتبرها جوهرة شمال تركيا. ليش أبو سلمان؟ بتقول لي ليش أبو سلمان؟ بقول لك ليش. أوزنجول تجمع بين الطبيعة الخلابة والجمال وارتفاع عن سطح البحر، الأجواء الرهيبة، الأنهار، المطلات، أيضا الخدمات السياحية في المقام الأول، المحلات مخدومة باللغة العربية، الكوفيات موجودة، المرشدين السياحيين. هذه الخدمات ترى تعطي قوة للمكان، ولو حصلت مكان فوق راس جبل جميل جدا بكر لكن ما في خدمات ما يعطي قوة المكان لو كان متوسط الجمال وفي خدمات عالية. أوزنجول باختصار جوهرة شمال تركيا. صدمتني ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الأجواء، تخيل تجلس معاي على هذه الطاولة الجميلة، شوفوا المنظر اللي مع الطاولة، شوف شوف الطمش. هذا شلال أتاكوي، أتاكوي شلال موجود في قرية أتاكوي، معنى أتاكوي الأجداد، القرية اسمها قرية الأجداد، وهذا الشلال شلال أتاكوي يعني شلال الأجداد. طلع الحساب 580 ليرة تركية ما يعادل 83 درهم إماراتي أو ريال سعودي. يا جماعة الخير، مثل ما تشوفون اللوحة اللي قدامكم مدخل قرية أتاكوي، قرية الأجداد اللي فيها الشلال قبل شوي صورنا لكم إياها. هذه القرية، الشلال مسمى على هذه القرية، هذه القرية وأنت مار طال عمرك على مرتفعات سلطان مراد. يا جماعة الخير، أبغى أعطيكم معلومة بحكم أني أنا موجود حاليا في الطبيعة الجميلة جدا في شمال تركيا. ترى شمال تركيا هذه الطبيعة مش طبيعة فقط، أيضا عندهم يشتهرون هنا في شمال تركيا بزراعة البندق، إنتاج البندق. أيضا شمال تركيا هذه الطبيعة الجميلة فيها إنتاج الشاي، الشاي التركي. وصلنا لين هالمكان، هذا مطعم على الطريق حصلناه، كوفي ورستورنت. فسألت الشاب الطيب هذا، قلت له يا أخي وين الحمام؟ قال لي هذا الحمام. قلت له وين؟ قال لي هذا، انزل تحت هذا الحمام. قلت له هذا الحمام؟ قال لي هذا الحمام، ما ما ما, ما بدنا نغلبك. شوفوا منظر المكان، الله يكرمك، دورة مياه هذه حمام، لكن شوفوا الإطلالة، زغزغة الطير، تسمع صوت مجرى الماء. قلنا خلنا ناخذ لنا شاي وعين الله خير، لكن بوريكم المطعم من الداخل. طلالته جميلة جدا، شوف أول شيء مرفقة نظيف مرتب، عند الأخ حكيم شاي طبعا بيد حكيم. حكيم يا حكيم، عطنا شاي طال عمرك. تفضل يا أبو سلمان الغالي، الشاي التازة. يا سلام، الطبيعة الحلوة، شوف. السلام عليك يا حكيم. هذا الأخ حكيم، جزاك الله خير يا حكيم، مشكور جميعا إن شاء الله. عيوني خليلي إياك، الله يطول. ما يا جماعة الخير، أي واحد جاي من الخط طالع إلى مرتفعات سلطان مراد يمر على هذا الرجل الطيب هذا ويشرب على الأقل شاي تازة. نعم، فاخر على المناظر الحلوة. تم الوصول إلى مرتفعات سلطان مراد، هذه تشوفونها قدامكم، هذا المسجد وهذه القرية الصغيرة. هذه منطقة من المناطق القريبة من أوزنجول، تبعد تقريبا ساعة وعشر دقائق بالسيارة، 55 كيلومتر. منطقة مكشات جميلة جدا، أجواء باردة حاليا، درجة الحرارة عندنا 6. وهذا مسجد مرتفعات سلطان مراد، مثل ما قلت لكم قصتها أن سلطان مراد وقف مع الجيش هنا وخيم وسوى منطقة حصي وصلوا في المكان هذا، واليوم الثاني انتقلوا ثم المنطقة الحصي هذه بنوا فيها المسجد وخلوه على ما هي عليه وسموها باسم السلطان مراد لأنه مكث في هالمنطقة فترة. فالمنطقة منطقة مرتفعات سلطان مراد فقط هذا المسجد وهذه المحلات اللي تشوفونها، تخيلوا هذه المحلات فقط، فندق واحد فيها موجود وهذا الشارع طال عمرك في هذه المحلات. المهم هذه سلطان مراد باختصار، شفتوا الشارع الصغيرون هذا والمسجد والمنطقة منطقة بكشات، وصلى الله وبارك. ما شاء الله، الحين ندخل مسجد مرتفعات السلطان مراد أو مسجد السلطان مراد، هذا هو. شوفوا هذا الباب حق مسجده، مثل التاريخ العثماني القديم، جلد. تدخل المسجد من الداخل، جميل، تخشيبه دار ما دار على المسجد، تحسه من الداخل مبني من خشب. شوف القبة، قبة جميلة جدا تبارك الرحمن، عليها اسم الله عز وجل. سبحان الله، الحضارة العثمانية كانت فيها الميزة هذه في التراث، الزخرفة الإسلامية في أماكن كثيرة في دول البلقان. شوف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، ذبايح الحين بنجربها. شوف 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 ذبايح تبارك الرحمن. زين، نحن بناكل داخل، نبغيك تقطع لنا
حط لك هلق لك من هاللحم التازه. ابا تازه اكيد. سلام. شو اسم المكان هذا؟ شو اسم المطعم؟ شعبان اوغلو. شعبان اوغلو. ايه بالعربي يعني اولاد شعبان. يعني اولاد شعبان. ركز لي على الشحم هذا. شوف 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 بس هذه خاصة حق ابو سلمان. مسوي لي شحيمات خاصة قال عيون ابو سلمان. ذوق شحم تقول تاكل زبدة. الحين نقول بسم الله بسم الله بسم الله. اسمع اسمع. الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذه طلالة يسمونها التراس الخشبي أو المطل الخشبي، يعطيك طلالة جميلة على بحيرة وزنجول. لكن الحين مع دخول المغرب شوفوا هذه بحيرة وزنجول. ويا مساء السعادة ويا مساء الجمال، مساءكم I love وزنجول. الله يطول عماركم. نحن في اتجاه إلى رحلتنا إلى منطقة آيدر. طبعا وقفنا في أول استراحة قبل الدخول إلى آيدر على مشارف مدينة ريزة. طبعا هذا مطعم تقليدي يقدم الفطور القروي التركي على مشارف ريزة. عموما استراحة نفطن عين من الخير نطلع على آيدر. هذه مدينة ريزة على الطريق، نحن متجهين إلى آيدر، مرينا عليها مرور الكرام. يا جماعة الخير نحن تجاوزنا من مدينة ريزة باتجاه آيدر، مرينا على منطقة ترفيهية فيها فعاليات كثيرة، فيها زبلاين، فيها مريحانة كبيرة، فيها رافتنج. فسألت أحمد قلت له شو اسم المكان هذا وفي فعاليات ومطاعم، فأحمد عطنا نبذة على المكان وشو اسم المكان هذا بالضبط. نحن الآن في نهر وادي الرياح. ايه هذا نهر وادي الرياح، هاي المنطقة تقع بين قرية أردشين وواد شملي همشن. نحن الآن في الوسط، قرية أردشين ايوه وشملي همشن. شملي همشن مدن صغيرة. حلو. قرى تمدنت صار مدن صغيرة. هذه المنطقة اسمها وادي الرياح. على طول النهر في أماكن ترفيهية، فيها زبلاين، رافتنج، مراجيح كبيرة، أنشطة ترفيهية مشكلة، مطاعم جميل جميلة جدا للعوائل والناس. أيوة. اللي رايحين في السياحة. أيوة. في شمال تركيا صحيح، خصوصا اللي عندهم أطفال. هذا مدخل قرية شملي همشن. قرية هذه تبعد من آيدر، قدامنا أيدر 20 كيلومتر، خلفنا وادي الرياح 10 كيلومتر يصورنا فيه الرافتنج، أيضا تبعد 140 كيلومتر من طرابزون. هذه هي قرية شاملي همشن، قرية بسيطة جميلة، حد من الناس يحب يسكن في الأكواخ اللي فيها، فيها مجموعة أكواخ على النهر مرتبة نظيفة جميلة. مثل ما تشوفون قدامكم هذا جسر من الجسور القديمة جدا اللي بنوه العثمانيين، من التحف المعمارية صراحة. كانوا ينتقلون من مكان لمكان فكانوا يبنون هذا الجسور، فثبتت من ذاك الزمان حتى هذا الوقت، فصارت موجودة في كثير من دول البلقان. يا مرحبا ومسهلا، تم الوصول إلى منطقة أو مدينة آيدر. أعطاني الإطلالة الجميلة، قلت خلني أبدأ بالإطلالة الجميلة هذه لمنطقة آيدر ثم أنزل آيدر وأعطيكم تفاصيل آيدر. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذه أجواءنا في آيدر. طبعا نحن طلعنا الى اعلى نقطة في آيدر، تجاوزنا المدينة، وصلنا لين نهاية الشارع، وقفنا حصلنا كوفي مطعم وفندق وقفنا فيه، رحنا من الخلف عشان نصوركم اللقطة هذه. نشوف بداية النهر. شوف النهر ما شاء الله تبارك الرحمن خيال. شوف شوف معي شوف معي تبارك الرحمن. طبعا آيدر يا جماعة الخير لاحظتوا نحن يوم دخلنا آيدر دفعونا رسوم تقريبا 40 ليرة، ما يعادل 6 دراهم اماراتية وريال سعودي. ليش؟ لان آيدر تعتبر محمية طبيعية جميلة جدا، وأيضا من أكثر المحميات اللي فيها مراعي خاصة للأبقار والخرفان، فتحصلون فيها مجموعة خرفان وأبقار كثيرة جدا لأنها مرعى في شمال تركيا. طبعا لو تشوف هنا ثلوج، شوف الشلال هذا اللي قدامك، الشلال هذا نفس هذا الشلال مجموع نفسه على الخط في آيدر أو على الوادي في آيدر، بتحصل منه مجموعة كبيرة. شوفوا الله يطول عماركم، هذا هو شلال العروس. تشوفون هذا؟ هذا هو شلال عروس. تشوفون هذا شلال عروس، وهذا التراس الخشبي. هذه هي آيدر الله يطول عماركم. مثل ما قلت لكم هي محمية طبيعية، فمنطقة سهل فيها زحمة عوائل وناس يسون يبسطون عين من الله خير ويستكنون هني. مطعم أيلول قالوا لنا من أفضل مطعم هذا، وهذا هو أيلول. سيدنا نتغدى في أيلول قالوا أفضل مطعم بتذوقون فيه أكل في آيدر هذا مطعم أيلول. بنجرب وياكم مطعم أيلول، مدحوا لنا اياه. وبعدين ما شاء الله مكتوب باللغة العربية، بقلاوة، ورق عنب، مصقعة، فاصوليا، كباب، لحم غنم مقلي. يجب الله يطول عمركم، تشوفونها كثير في تركيا. هذه اسمها مهلمة، عبارة عن طحينة الذرة والجبن والزبدة.
تشوف الزبده يحطون فيها زبده لين تغدي لينه وتتحرك وتطلع لها فوق تحت. هذه شفت كيف؟ هذه عيشتنا الله يطول عماركم على الشلال وعلى الاكل الاورجانيك اللي تشوفه قدامك وسلامتكم وبالعافيه علينا وعليكم. اهم شيء الشلال خلفك. ابشركم تم الوصول لمقر سكننا الليله في شاملي هامشن بعد ما مرينا على ايدر واعطيناك تفاصيلها. بنمسي الليله في هذا المنتجع في هذه منطقه الاكواخ. عموما الكوخ ككوخ جميل جدا، كواليتي الكوخ، خشب الكوخ. هذه غرفه، هي هذه الغرفه نفسها غرفه وصاله، سريرك هذا وهذه الصاله وفوق في غرفه. روح الحمام، حمام انيق وجميل صراحه، يعني مرتب، كواليتي الكوخ كواليتي. الله يطول اعماركم. في رحلتنا في شمال تركيا صراحه كان برفقتنا هالعطرين، عطر غرناطة وعطر كوردوبا من شركه فراغانسيا للعطور. عطر غرناطة من اجمل العطور اللي صراحه دخل قلبي، فريش، برغموت، يوسفي، جميل جدا في الافتتاحيه، في الخاتمه، في اللي يسمى النوته الاخيره، دهن عود خفيف لطيف، فريش على عودي، جميل جدا. اما كوردوبا هذا العطر الازرق، هذا انا مسميه ملك العطور، ملك المناسبات، قوي جدا في المناسبات. ريحته شو يميزها يا ابو سلمان؟ ريحته طال عمرك الافتتاحيه بخوريه على باتشولي على عنبر ختاميه، جميل جدا، مكسه عجيب. وطبعا عودنا في رحله شمال تركيا من زوايا للعود صراحه جزاهم الله خير، بيض الله ويهم. شوف جوده العود، شوف يا ابو عبد الله، شوف جوده العود، ما شاء الله تبارك الرحمن، يزبد دهن دهن فل دهن تبارك الرحمن. خذينا السيوفي السله الهندي، وايضا كان معنا القراميد الهندي، وعندهم وكان معنا الشار، مجموعه اعواد جميله جدا كانت معنا في رحله شمال تركيا. طبعا ادهان العود بعد خرافيه، اجمل ادهان عود بتستخدم بالنسبه لي انا ابو سلمان من عند زوايا عود. ونقول بالعافيه علينا. وهذا ريوقنا بعد ما ظهرنا من كوخنا، جهزنا شناطنا، بنودع المكان. قبل نودعه نتريق نعيم من الله خير على هالاطلاله الجميله على النهر. يا جماعه الخير، نحن في سنتر مدينه ريزا. طبعا انتم شايفين صوره حاكم التركيا حاليا اردوغان موجوده هنا. ليش يحطون صورته في كل مكان في السنتر؟ لان هي اول شيء مسقط راس الحاكم التركي اردوغان. عموما هذا السنتر، ناخذ لفه خفيفه لطيفه. تشوفون السنتر، سنتر بسيط وجميل، وفي كوفيات ومطاعم، ومدينه ما هي صغيره، مدينه في لها مطار بعد. الله على الجمال، الله على الطبيعة. وين انت يا ابو سلمان؟ تم الوصول الى قرية إكسدرا في الشمال التركي. طبعا قرية بسيطة جميلة، من تتجاوزها وانت باتجاه مرتفعات اوفيت تشوف الطبيعة الخلابة الجميلة جدا، وهذا النهر الرائع والجميل. هذا جزء بسيط من الطبيعة الجميلة جدا في إكسدرا باتجاه اوفيت. نحن داخلين الى هذه المنطقة، منطقة اوفيت، واحدة من اجمل المناطق اللي بتزور في شمال تركيا. اوفيت ترى ترتفع عن سطح البحر اكثر من 2600 متر، وهي تابعة لولاية ريزا. يعني انت لازلت في جمال ولاية ريزا، تبغي البراد، تبغي الوناسة، تبغي الاجواء الطبيعية الفنانة، حياك الى اوفيت. نحن مقبلين على واحدة من اجمل مناطق الشمال التركي. بسم الله ندخل وياكم اوفيت وشوفوا الطبيعة الخلابة والجبال الفنانة والثلوج اللي في كل مكان. ادعس يا ابو سلمان، ادعس. وين انت يا ابو سلمان؟ نحن حاليا في واحدة من اجمل المناطق في ولاية ريزا، نحن في مرتفعات اوفيت. مرتفعات اوفيت من ضمن المناطق الجميلة جدا الريفية في ريزا. ريزا من ضمنها محمية ايدر، من ضمنها تشاملي هامشن، من ضمنها ايضا اوفيت. مرتفعين عن سطح البحر، متخيل كم يا ابو سلمان؟ 2700 متر عن سطح البحر، جو بارد، خلفك ثلوج، نهاية شهر 6 ودرجة الحرارة 11 حاليا علينا، اجواء جميلة جدا، شيء خيال، وصف صعب اقول لك اياه، اذا ما شفته بعينك ما بتصدق. تم الوصول الى منطقة او قرية هامسيكوي. هامسيكوي هالقرية اللي قدامكم تشوفونها واحدة من القرى الجميلة جدا في شمال تركيا، ومشهورة بمهلبية الرز بالحليب اللي يسمونها ستلاتش. معلومة، تخيل شفت المبنى هذا؟ هذا المبنى القديم، هذا المبنى هو المصدر لكثير من المحلات في كثير من الأماكن في طرابزون لهذا الحلا، وأشهر حلا في قرية هامسيكوي حلا ستلاتش. مثل ما قلت لكم، أنا هو اللي يوزع على جميع المطاعم والكوفيات الستلاتش، يصدر
تخيل في الايام العاديه 1700 صحن، في المواسم اللي مثل موسمنا الحين ينتج 4000 صحن يوزعها. شوف شوف الستلات، شوف هو طالع من الفرن فريش، حليب بقر فريش اورجانيك من المراعي اللي هني في هامسي كوي. بسم الله يا ابو سلمان. شوف طبعا يقدم لك اياه عادي، ويقدر يقدم لك اياه بعض المكسرات عليها. هذا الحالة بسم الله، شوف 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 يوم يقول لك فريش. بسم الله، قرب 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 هني قرب. بسم الله خيسي. بسم الله. الله الله. وهذا هو فطورنا نفداكم في قرية هامسي كوي شمال تركيا. هذا الريوق التراديشنال التقليدي القروي في تركيا، البيض والجبنة السايحة المعروفة، كل ما لذ وطاب من الأكل التركي اللي يحبه قلبي وقلبك. وهذا هو الشاي التركي، هذا هو شاهينا مع ريوق. لا بد لك من الشاي في المائدة أو الفطور التركي. هذا الحساب طال عمرك على الأجواء الجميلة، 790 ليرة تركية ما يعادل 112 درهم إماراتي أو ريال سعودي. وهذا اسم المكان، مروا عليه وجربوا عنده الفطور والستلات، فطور من ألد، فطور ذقنا صراحة في رحلتنا في تركيا. من هالحلزونة السعيدة اللي ترعى وسط هذه الغابات الجميلة والأشجار والأزهار، نودع قرية هامسي كوي الجميلة في شمال تركيا. شوفون الطبيعة الجميلة جدا هذه اللي خلفي. هذا الطريق إلى خرابات سانتا، واحدة من المناطق الجميلة جدا اللي بنزورها في شمال تركيا. طريق جميل جدا على مرتفعات، لكن بنعطيكم تفاصيل المنطقة من نوصل. لكن يوم شفنا الطبيعة الجميلة هذه قلنا خلوكم تطمشون تستانسون معنا في بعض من المقاطع الطبيعية الجميلة جدا في طرقنا إلى الأماكن السياحية في شمال تركيا. سؤال مهم أبو سلمان، هل تحتاج تركيا إلى فيزا؟ نعم، فيزا للخليجي الدخول عند المطار يأخذون عليك $60، أو تقدر تأخذ عن طريق الأونلاين. بالنسبة للعملة التركية يسمونها الليرة، الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي يساوي 6.4 ليرة تركية. بالنسبة للأسعار بشكل عام، السياحة في تركيا رخيصة، بعض المناطق السياحية في استغلال للسائح مرتفعة الأسعار، لكن بشكل عام تبقى تركيا أسعارها مناسبة وأقل من التكلفة في أوروبا. هل تركيا بلد آمن؟ نعم آمن جدا، من يينا نحن ولا شفنا الحمد لله أي شيء ولا سمعنا بأي مشكلة. وبالنسبة للحجاب، ترى البلد بلد مسلم، فالحجاب أمورها طيبة عادي جدا. وبالنسبة للبنية التحتية السياحية قوية جدا. بالنسبة للأكل طبعا حكم الدولة مسلمة، فالأكل حلال متوفر في كل مكان. حاليا بداية دخولنا إلى خرابات سانتا، هذه الطبيعة الجميلة جدا اللي خلفي، تقدر تقول أنت تشوف واحدة من المناظر الجميلة جدا في شمال تركيا. خرابات سانتا منطقة جميلة جدا، المكشات طبعا مرتفعة عن سطح البحر، في الجبال أجواءها جميلة جدا مثل ما تشوف عينك. واحد من أهم الأسئلة اللي يسألوني إياه كل المتابعين، أبو سلمان وين تنصحنا نسكن في شمال تركيا؟ سؤال مهم. تسكن في طرابزون المدة الأكبر، وتخلي لك 3 ليالي في بحيرة أوزنجول، تقدر تحوط حواليها لأنها جميلة جدا جوهرة الشمال التركي، وتقدر تخلي لك ليلتين في آيدا في الطبيعة، وتعود وتسكن آخر ليلتين في طرابزون، وصلى الله بارك. يعني طرابزون المدة الأكبر، 3 ليالي أوزنجول، ليلتين آيدر، وترجع على طرابزون وعلى المطار. هذه خطة جميلة جدا للي بيسكن في الشمال التركي. خرابات سانتا هذه القرية اللي باقي لنا 12 كيلو، لكن شوفوا الطبيعة الجميلة جدا. طبعا خرابات سانتا مجموعة قرى في المنطقة، هذه المنطقة كلها يسمونها خرابات سانتا، فيها مجموعة قرى. على هالأمطار الشديدة هذه قرية من القرى اللي تابعة لخرابات سانتا. قلنا بنوقف في بقالة، هذه البقالة قلنا ناخذنا شوي فواكه وشبسات وعصائر، واستأذننا أن نصور البقالة. تشوفون بقالة بسيطة جدا، شبسات مكسرات على نمط القديمة. هذه بقالة في قرية من قرى خرابات سانتا. بعدها الشاي بني دفترة، يسجل الحساب، يكتب كل اللي اشتروه هني واللي دخل واللي طلع، صادر والوارد. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه بقالة على السريع، أعطناك تفاصيلها، شيء بسيط، حياة بسيطة قروية في الشمال التركي. مثل ما شفتوا القرية وشفتوا صورنا البقالة، وكنا نسولف مع راعي البقالة وعطانا معلومة، قال هذه القرية اللي نحن فيها في منطقة خرابات سانتا 6 أشهر فقط يسكنون فيها، 6 أشهر الثانية يغلقونها بسبب الثلوج. ترتفع الثلوج، تخيلوا 3 إلى 4 متر ارتفاع الثلوج في القرية، فيطلعون أهاليها فيهجرونها 6 أشهر ويسكنون فيها 6 أشهر. وعبد الله ونحن متجهين إلى القرية قلنا بنريح بنبسط بنتبخر وبنتعطر.
مع أشعة الشمس شوف شو رأيك في الدهن؟ فهمت. جبار. من وين أبو سلمان؟ زوايا عود تبارك الرحمن، بطل له مع البخور الفاخر. تحتاج إلى شو يا أبو سلمان؟ إلى عطر جرانادا اللي فيه البرقموت واليوسف الافتتاحية الفريش الفروتي، ملك المناسبات كوردوبا. تعطر منه تشوف، والله نعطر العالم اللي هني. هذا بس بريك سريع ونروح لطريقنا في القرية. بسم الله. شوفوا يا جماعة الخير، يوم قلنا لكم نحن رايحين على خرابات سانتا، هذه خرابات. شفتوا هذا المبنى، هذا المبنى القديم، هذا جزء من المباني اللي لا زالت، معنى خرابات اللي هي خربانة ما تم تعديلها ولا تصليحها على ما هي عليه من عصر 300 ميلادي، على ما قالوا لنا 300 ميلادي هذه البيوت، وكان يسكنونها الرومان ثم طلعوهم التتار والمغول، ثم جت الدولة العثمانية تمت بعض البيوت على ما هي عليه، فتم تسميتها، هي اسمها سانتا، فسموها خرابات سانتا أنها البيوت هذه خربانة. قلنا لكم بنزور قرية في وسط السحاب هذه. الحين بروح نسلم على الشايب وبنت قهوة عندهم، بنعي من الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ ايوه ايوه كويس كويس. أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يونس هذا اللي جينا عنده، يونس هذا هو ماي جراند فادر. السلام عليكم. عليكم السلام افندم، كيف الحال؟ الحمد لله، مساك طيب. الحمد لله، ناس السن يسن. تشكرات. شوفوا يا جماعة الخير على بساطة المكان، لكن قلت لكم أنا كبير بهلة، أكرمنا أخونا يونس جزاه الله خير على الضيافة الجميلة. لكن أنك تجرب أنك تعيش وتزور البيوت الشعبية التقليدية هذه في القرى، تجربة صراحة تستحق أنك تسويها. دخل علينا برد، قالوا تعالوا للدفا هني. دخلنا البيت عبارة عن مطبخ، شوف المطبخ هذا، مطبخ الجدة جالسة هنا، ثلاجة، هذا فرن للطبخ طال عمرك، هذه طاولة الطعام، هذه صالة، وهذا السلام عليكم الجد، وهذاك الحفيد يونس الحفيد، وصلى الله وبارك هذا وسلامتكم. بس نبدأ بسيطة، ندخل معكم شوي، نكسر الروتين، نعطيكم حياة الشعبية التقليدية التركية في شمال تركيا. شكرا على التنظيم، شكرا على الاستقبال، شكرا على كل ترتيب، فاخر ما شاء الله تبارك الله، ما شفته شيء فاخر من الاخر. بسم الله توكلنا. وهذه لحظه الوداع، وداعا تركيا تحديدا، وداعا ايها الشمال التركي الجميل. من هذا المكان ودعكم وننهي حلقه تركيا، ونقول في امان الله، ولنا لقاء في حلقه جديده باذن الله حول العالم.